ترى كيف فعل ربك بعاد إرام ذات العماد التي لم يخلق مثلها في بلاد وثمود الذي انتبه الحركة على ظهري وثمود الذين أخبارك يا ماما؟ كويسة؟ الحمد لله نشكر الله، أنت شلونك؟ طيب الحمد لله. تخيلي الحضور 12 مدري 13 مدري 11 وجموع الحصة الأولى جمعونا والحصة الحصة الباقي ما جمعونا فرقونا. إيه ممنوع الجمع أحيانا. تخيلي كنا فاتحين المكيف، الأستاذ زينب جت وسكت المكيف وفتحت الدرايج، حنا الصيف حر. بس انتهي الطالبات مشاكلكم مع المكيفات، لا تنتهي، شغل طف برد حر. اذي متروج اذي مسخنة سهل ان شاء الله اموركم ويرزقكم الله من واسع فضله او ما دخل. اي عادي. المهم اي عادة تقومين الساعة 4 ونبي سمبوسة لقمات وتمر محشي بعد. بسوي لكم حالة حركات. ايه هلا بعد ان شاء الله. ابشروا بعزكم ونرون صايمين كدلعكم توت وحركات وبركات. صايمين البنات عندكم؟ ها اي كلهم صايمين. حقين اولى وثاني؟ اولى وثاني لا ياكلون. ايه دامنا ياكلون في شارع ويشربون ماء. حنا لا تاكلون قدامنا. تخيلي ماما في بنت اسمها لينا بولا ما ادري ثاني نسيت قلت قلنا قاعده تاكل في شارع، قلنا لا انت صايمه، قالت ايوه. الله سبحان الله. وبعدين سالنا مره ثانيه انت ليش ما صمتي، قالت جوعانه في منتصف الجبهه. الا هي صايمه نوع الصيام انواع، في احد الانواع اسمه صوم الديك والدجاجه. هي صايمته صوم الديك والدجاجة. أنتم كنتوا تصومون زمان، لقمتوا من النوم أفطرتكم وعطتكم الأكل الزين والمفيد وشبعتكم، هم شربتوا ماء وعصيرات وإلى أذان العصر وأنتم ما شاء الله سردادي مردادي على المطبخ. لأذن العصر أقول لكم إيش رأيكم تصومون صوم الديك والدجاجة علشان تفطرون معنا المغرب أنا وبابا. ايه بنصوم اكيد بتصومون شبعانين ما شاء الله ما راح تاكلون شيء العصر. وفعلا اول من يقعد مع السفره انتم عشان هالتوت في شيله والقيمات والسمبوسه اكيد. هو الجلسه على سفره الافطار جميله، الحمد لله الله يديم علينا ويعوض المغتربين واللي عايشين حالهم يرزقهم ناس يفطرون معهم. هي أحسن كذا تبدأ بالسواليف والأكل واللذاذة. لا وما بعد المغرب يعني ما بعد المغرب كل واحد مصحصح مروق مو زي توقعي من النوم ولا هم نتفرج التلفزيون نخضي بعدنا ندرس. طبعا أنا مريت ميس بالحالة علشان أطلع بدري من الساعة 1:45 ترسلت وهي طلعنا طلع حين نطلع 1:30. المهم قلت بيجيك بابا ياخذكم كلكم على 1:30 كذا 21. عادي طلعت تاو وجدي قال بابا قلت خلاص انا بروح اخذه لانه لسه انتظاري هو. وحرحمت الصراحه زمان طالع احس مليت وطفشتي. شكرا ماما. جيت لمك طياره. شكرا خاصه لي قلب لحظه. طيري طيري يا عصفوره. انا مثلك حلوه صغيره. والحين مين صح هذه قلوب، هذه قلوب لك ماما، خلوني يطيرن. شكرا. ونوت وضاري جمعة بابا ان شاء الله. ان شاء الله. المهم الحين نطب صاروخ الى النوم كوشي، بغينا ننام بالفصل نومه جماعيه.
إيه أنا قومتكم الساعة 9 يمكن ولاكم ما قمتوا للحين والعاملة ما قامت وقلت وش السالفة؟ أصلاً يميرنا منبه أنا الساعة 9 أتساءل، كنت أسمع منبه وأتساءل أقول ليش يرنا منبه؟ ماذا هناك؟ ما استوعبت أبد إنه في مدرسة وإنه حين رمضان وإنه المهم يوم قعدت شوي كذا سكرت منبه قعدت أفكر ومرة أتذكر وأقوم بسرعة ولا مالكم حس قلت شكلهم ما قاموا يوم طلعت فعلا ما قمتوا وش كذا تأخرنا دخلنا تقريبا 10 المدرسة. لا والله جينا بدري دخلت 10 أنت تقريبا. أنا 10:15 10:10 دخلت مدرستي 10:10 تأخر 20 دقيقة. المهم لا يتكرر بكرة، بكرة حتقوموا بدري تكفون 8:30 كذا إن شاء الله. قوموا صاحيين راقين زي الغزلان أبشري زي القرود تعلقوا بالجدران. بس ماما ممكن اليوم يا عزيزتي تعطينا ربع ساعة قبل النوم ماينكرافت؟ لا في منتصف الجبهة إن شاء الله على الساعة كذا 7 من خلصت دروسكم راجعاتكم حفظكم خذوه ساعتين بايش يا خالتي. ليش الناس ما عندهم مدة استخدام الجهاز؟ ليش 24 ساعة بالجوال؟ ليش 24 ساعة بالستوري؟ غلطانين. ليش 24 باللابتوب؟ ليش بالتلفزيون؟ وحنا ايش؟ غلطانين هم الله يهديهم يصلحهم. حتى حنا بعد من قال سنة 24 ساعة؟ لا، في أسر عندهم قوانين وأنظمة مثلنا، في أسر يعطون أطفالهم ترى 30 دقيقة فقط أيباد تدرين؟ اي لا صار عمر 15 سنة يعطونهم زيادة. شمد ربك وشكري الحين ودعي لي بعد اني اعطيك ساعتين ثلاثة بالويكند اعطيك 4-5 خوشي ايه والحمد لله هذا ما شاء الله تبارك الله. ايه صح 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 مر البقالة خلنا نجيب جيلي لا تتسوي لنا جيلي تكفين. ايه تقول بابا يمر والله ما عندي طاري لا اجبتك على بابا ايه الحين يلا مع السلامة. ظهري في اللحظات الأخيرة من لوحة الألماسية صنونة. نشوف. 15 سنتي في 15. هذه أصغر حجم تقريبا. لا أبو هذكر كذا شكل دائرة. كذا بطلبها بس 15 سنتي. المرة الثانية إن شاء الله. جاهزة تلعبي أي حرف أو رقم؟ أي الأحمر. حرف الأي. بقي لك سي. واحد وسبعة بقال اثنين واحد وسبعة وسي ودي وستة وجي وام وإي وثمانية توقع هذه بقال لي بدري قلتها بدري تبغى تشوف الدنيا سودة؟ واي ظهري أسألك بالله صمت أمس واليوم صوم حقيقي؟ حقيقي ما بدي صم الدجاجة أوديك ما شاء الله يعني أنت الحين صار عندك صفة رائعة وهي صفة الصبر وقوة التحمل صح؟ أحسنت يا صغيري بنشوف عاد هذه الصفة ترسخ فيك لنهاية الشهر ولا يوم ويوم طبعا ظهري عمره 8 سنوات 8.5 من السنوات تقريبا كده 5 شهور 4 شهور كده وأدخل 9 تتم 9 عبد الرحمن ما يصوم يقول عشان عمري 10 ما أصوم شو يصوم زميلك في المدرسة؟ إيه الله يهدي الله يهدي إن شاء الله يصوم هو مو واجب عليه بس إن شاء الله يمكن عنده ظروف ولا تعبان يدبلها حتى الواحد قبل ما يبلغ أو قبل ما يكلف يتدرب على الصوم قد ما يستطيع واللي ما يستطيع تعبان أو زي كذا لا يصوم المساء الرمضاني
ليه؟ لا لا شيلو حطوا هنا. اوكي زين. نوت ماينكرافت في اللابتوب. طيب ايش الفرق بين ماينكرافت في اللابتوب وفي الايباد؟ جافا قطع سمك زياده. ايش جافا قطع سمك زياده؟ وش هذا جافا؟ نفسها ماينكرافت بس فيها اختلافات متطوره يعني قصدي متقدمه. اي يعني كل في هذه متقدمه وفي هذه متقدمه. وش اللعبه تلعبونها يا صغيرين؟ اطبخوا بمطبخي مو هو بالسوني. هذه اللعبة فيها تعاون مشاركة علشان ينجحون يفوزون. يسوون طلبات صح؟ في ناس يطلبون منكم وجبات ويسوونهن وفي وقت طبعا لازم يخلصون قبل الوقت ولا يفشلون. وراء الطباخ يرقص يدوب. من الأزرق؟ أنا 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 والأحمر ضاري. ضاري قطع السمكة. سمك 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 اللابتوب. اي احتاج جير. شلون جير باللابتوب؟ ايرور مخي. ايش مخك؟ هذه كلمة نوت ايرور مخي. طيب روح لايبادكس. بس مالت لايبادكس. لقيت بحدة صناديق بالقرية في دايما حبة واحدة والله العظيم جعلي الموت. سمشت حبة واحدة. ايه ذكرت واحدة مرة سألت قالت شلون يطيرون بالماينكرافت؟ حط كرياتيف. حطي كرياتيف تطيرين. وش كرياتيف ذا؟ في سيرفايفل كرياتيف هذول بالبيدروك. كرياتيف يعني زينين اللي تبينه. سيرفايفل تلعبين يعني حياة عادية. وقطع خيار وقطع شبك. سوري جرفت من بيتك. المهم بس بالجافا اللي هي باللابتوب في زيادة شيء اسمه هارد كور. إذا كنت تلعبين ومتي ينحذف العالم. يا رب في شيء. بسم الله. لا أفتن الصراحة مرة مرة واو. أنا أحب اللعبة دي. ضحك إيش فيها براسه؟ وإيش براسه ده البزر؟ وين الشعر؟ ما عندهم شعر ترى ده القرود. يا أبني نامت نطنط يا بزر. هذا أنتم. شوفي أبا بالله أول ما أدخل غرفة نومي على طول نطنط فوق السرير. يلا انا وكيل طلع زي كده غبيه قعدت قلت عندك في صحن ضاري. طيب وش هي السمكه اللي ضاري؟ شو تزين واجبه ضاري؟ لكن ضاري لكن احترق. يلا يلا برميك هذا. امسك هذا. اتغطس زر اتغطس زر. الصحن المتوسخ هذا. هذا في كاتشب الصحن. مين اللي سبع المواعين؟ الله يستر. بس ما فقع عليكم الغاز بزرين وبالمطبخ يحوسون. يا ليل يا ربي. حط الخيار هنا. امسكوا ضري. ايش رايك تدخل الشاشة زين تروح لامهم كي تطب عليهم معهم. ضري ابي صحن ابي صحن ابي صحن. معي صحن يا اخي. لا بموت بعد دقيقة. ضري امسك الزر. اتوقع ذا حق البزر. نعم بدري. نعم يا ميسو. احترم نفسك. انا صادقه. قولي ميسو تاج راسي. ميسو تحت رجلي. بسرعه بصحه. وي بغيت اموت. قولي ميسو تاج راسي. لا لا قولي ميسو بسرعه. انا راس تاج راس ميسو تاج راسي. انا تاج راس ميسو. قولي ميسو تاج راسي. انا تاج راس ميسو. لا ما راح تبي ايدك شيء. ها فات النور خير. ناموا. لا خلت هذه تايج الفاضت. وش صار عليكم انتم؟ قضى اكلكم طبخكم؟ ايه تحته. شلون اصلا من ذا؟ بسرعة 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 بسرعة. عندكم اربع طلبات. ايه طرق ايدي ما قدرت اتنفس. هلو
هنادي سلم سلمتوا تكمل واجبة يا ميسو. جاكم اعطوني 100 فيها انا امك ما يجبتكم هجوا عشان ضربتهم حرام عليك شوفي ليش تضربينهم او حبسون بيتك انقلب روح مع اخوك قاعدين يهجون أسرع من حياتي إن شاء الله حطوا حريقة إحنا يضيعون يقولون ميمي كنا زير حريقة أمي قاش طيب لا لا هم سبيلي احتروا استروحين عشان يرجعوني بسم الله ما أعرف أفتح الباب قاعد كسر كسروا له يا ميسو مزعج يلا أنا كسروا له جنبي أنا كسروا له أوكي في أشياء جميلة هنا من أول ما بديت ما مدت زي لقيت أشياء جميلة زي أي شيء طيب زي اوكي اسوي لي السير نوت من زمان ما لعبتي شو اسمه هاوس اوف ليفر لا شفت اللابتوب ذكرتها لانكم دائما تلعبونها في اللابتوب خذي اكيد بس بس موجوده هي باللابتوب في بسوني نو زين الحين انت زين لي اسلحه سيف انا من العصور البدائيه ما نبي أسلحة ولا شيء فيهن كبين بزبالة لا ممنوع أسلحة لازم تصريح يصير مع أسلحة لعبة لعبة طيب لا أنتم الحين بطلبات إيه دخلنا بكهف ضاري الرز وداء خبز حقي حقي داء إيه قاعد زين خبز الرز هذا هذا خبز حقي لا الخبز حقي ذا شوفي هذا رزك اللي قاعدين نحرق طاري شيلوا شيلوا يا خبي هذا الرز حقي انا حقي ذا طيب خذي تعالي خذ الثاني طيب ضاري اكلي ذا اكلي عشان ضاري والله اكلي ضاري العتيم ما عندي واو شاو عجت